بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كلهم متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. النهاردة الحلقة مهمة جدا جدا، قوية جدا جدا، علشان كده طالبة من حضراتكم هنعمل شير كتير جدا للحلقة عشان يوصل لكل الناس. يا جماعة، الناس دلوقتي خايفة على فلوسها من تآكل القوة الشرائية بتاعت فلوسها في البنوك، ولكن الناس دي واقعين ما بين معضلة كبيرة جدا. انا محتاج لعائد شهري ومش عارف اعمل ايه. كل يوم بسمع انه الناس بتقولي ان القوة الشرائية بتاعت فلوسي بتتآكل وان التضخم بيخلي فلوسي بتتآكل. طيب انا السنة اللي جاية ان شاء الله في يناير 2025 محتاج فلوسي تكون كام علشان خاطر يبقى التضخم ما عملهاش نسبة تآكل؟ محتاج ان فلوسي تكون 100,000 جنيه، لو انا حطيتهم في البنك اخدهم السنة اللي جاية 140,000 جنيه. في الحالة دي يبقى انا فلوسي التضخم ما لمسهاش، ما جاش ناحيتها، ما حصل لهاش تآكل. السنة اللي جاية يبقى معايا 140,000 جنيه. هتقولي وانه يعني استثمار يديني 40%؟ مفيش. وكمان انا عندي مشكلة تانية، انا عميل شهادة ومش عارف اعمل ايه. هقول لحضرتك دلوقتي على الحل. انت عميل شهادة، هيكون ليك دخل شهري، وفي الاخر هسلم حضرتك في ايدك 140,000 جنيه. وعلى فكرة من الممكن انهم يكونوا اكتر من كده كمان. هتقول لي ازاي؟ هقول لحضرتك حالا. هقول لحضرتك دلوقتي انا معايا سي مثلا 100,000 جنيه. طبعا احنا بناخد مثال، وحضرتك معاك 300 400 اللهم بارك 500 مليون، هتمشي بنفس المثال. انا بحتاج للعائد الشهري اللي هو هيكون على كل 100,000 جنيه في شهادة ال 23.5%. احنا بنتكلم دلوقتي على شهادة ال 23.5%، لانه حضرتك عميل شهادة ومحتاج للعائد الشهري. يبقى انا هاخد من فلوسي كل شهر كام؟ 1916 جنيه. يعني محتاج حوالي 2000 جنيه شهريا. اوكي، مفيش مشكلة. دلوقتي انا هقول لحضرتك، طبعا انت بتسمع، اول ما بتسمع حد بيقول لحضرتك اشتري ذهب بتقفل الفيديو وتطلع. ما هو اصلا انا مش عميل شهاده، مش عميل اقدر اشتري ذهب، انا عميل شهاده ومربوط بالشهاده. ال 2000 جنيه بييجوا كل شهر بحطهم على المعاش ولا المرتب وبكمل بيهم. اوكي، مفيش مشاكل خالص. دلوقتي انا السنه اللي فاتت بس حابه ادي لحضرتك مثال، ومش هقول لك اشتري ذهب والكلام ده كله. هقول لحضرتك على فكره تانية دلوقتي حالا، هتاخد ال 2000 جنيه بتوعك وفي الاخر هتاخد ال 140,000 جنيه. ازاي؟ هقول لحضرتك. السنه اللي فاتت احنا لما اشترينا ذهب وقلنا للناس اللي معاه فلوس يروح يشتري بيها ذهب، كان الذهب في شهر يناير الماضي والناس بتشتري شهاده ال 25% ب 1700 جنيه. اللي ما اشتراش شهادة ال 25% الذهب النهاردة زاد معاه 1600 جنيه. 1600 جنيه، لانه الذهب النهاردة مسجل 3200 جنيه. بنتكلم على نفس العيار اللي هو 21، ولو 24 بنشوف نفس الزيادة. طيب السنة اللي فاتت اللي اشترى بفلوسه ذهب كسب 1600 جنيه على كل جرام. طيب اللي اشترى بفلوسه شهادة ال 25% كسب كام؟ كسب 25,000 جنيه وخلصت. ولو 22.5% فهو اشترى 22.5 وخلصت. طيب السنة دي انا معايا 100,000 جنيه ومحتاج برضو لل 1916 جنيه كل شهر، يبقى انا هعمل ايه؟ في البداية كده هاخد فلوسي وهروح اشتري بيها ذهب. هتقولي ما انا محتاج للعائد الشهري. اقول لحضرتك بس لحظة واحدة، هجيب لك عائد شهري برضو من الذهب. انا لو اشتريت دلوقتي الذهب بال 3300 يبقى انا محتاج 30 جرام ذهب. انا محتاج ايه؟ محتاج 30 جرام ذهب. طيب انا بقى مش هشتري بيهم كلهم، انا هطلع ال 23,000 جنيه علشان كل شهر يكون معايا 1916 جنيه. هيتبقى معايا باقي المبلغ. احنا قلنا انه انا لو هشتري بيهم كلهم ذهب يبقى انا محتاج 30 جرام ذهب. طيب لما اطلع ال 23,000 جنيه، هنا قدامي صورتين اطلع بيهم ال 23,000 جنيه. اما انه انا اخد ال 23,000 جنيه، انا هدي لحضرتك اهو ال 23,000 جنيه بتوعك اللي هتاخدهم كل شهر. اما انه انا اخدهم اروح احطهم في حساب توفير، وفي اللحظه دي برضو على انتهاء العام هيكونوا جابوا لي ما بين ال 490 لل 600 جنيه في اقل حساب توفير موجود في مصر. او انه انا هشتري بيهم برضو جرامات ذهب وهتزيد، ولكن خليني تحت العجز والزيادة لانه ده شيء ثابت انا عايزه، فهخليهم فلوس في ايدي. طيب انا مش هوديهم في اي حتة وهسيبهم في البيت كل شهر، اخد ال 2000 جنيه واحطهم على التزاماتي.
يبقى هنا كده انا نقصت كام؟ نقصت 6 جرام من ال 30 جرام، تبقى معايا 24 جرام ذهب. ال 24 جرام ذهب لو جينا على الزيادة الفعلية اللي موجودة دلوقتي واللي بتحصل بقالها سنوات واللي متوقع انها تكون السنة اللي جاية ان شاء الله اعلى من كده بكتير، ولكن انا هحط معاك بس كام؟ 1600 جنيه نفس الزيادة. يبقى انا وصلت بالذهب ب 4900 جنيه. طيب هتقولي مجايز طول السنة الذهب ينخفض، هقول لحضرتك اوكي وايه المشكلة، انت خلاص اخدت فلوسك التزاماتك الشهرية، معاك التزاماتك الشهرية طول السنة وتحولت لاستثمار افضل مليون مرة، بيحفظ قيمة فلوسك وبيحافظ عليها من التضخم، وبقى معاك جرامات من الذهب وهقول لك ايه نوعها دلوقتي، ولكن انا كده حافظت على القوة الشرائية بتاعت فلوسي. وارد في خلال العام يوصل اقل من كده، وارد يوصل اكتر من كده بكتير. في عندي بقى هنا اوبشن محترم جدا، انا الذهب بكون انا اللي بدخل وقت ما احب الاستثمار واخرج وقت ما احب، يعني وارد تيجي قفزات وتقلبات سعرية كبيرة جدا، حضرتك تبيع وتلاقي 100 بقوا 120 و130 و140، ولكن دي احنا مش ضامنينها. خلينا بقى في اللي ان شاء الله هيكون مضمون، انه في شهر 3 القادم الفيدرالي الامريكي هيخفض اسعار الفايدة، ده هيكون ليه مردود عندنا كبير جدا هنا في مصر. زائد في حاجة تانية، زي ما قال رئيس الوزراء مش انا، قال انه مشكلة الدولار مكملة معانا لنهايات 25 وبدايات 26، ارجعوا للتقرير والكلام ده وانت هتلاقوه في اللقاء الاخير ليه لما كان بيعلن عن موضوع الكهرباء، حضرتك هتعرف انه موضوع الدولار مكمل معاك. وانا قلت كتير جدا طول ما الدولار مشكلته مكملة طول ما الذهب بيرتفع في السماء، خلاص دي مفيش فيها كلام، دولار الموازي بيربط معاه دولار الساغة. طيب بلاش تقلبات سعرية وبلاش اي حرب او اي تطور جيوسياسي او انه يحصل اي وباء، ودي حاجات بقت بتحصل في السنة مرتين وتلاتة ومخلية الذهب بيطير في السماء، ولكن انا مش همشي على كده، انا همشي على النورمال والطبيعي. انا هزيد 1600 جنيه، ال 1600 جنيه هيوصلوهم ل 4900 جنيه لجرام الذهب، وده على فكره وارد انه يوصل قريب جدا، ده مش انا اللي بقوله، رؤساء شعبه الذهب اللي بيقولوه، ولكن خليهم بيضحكوا علينا، لا هقول انه ده هيحصل في يناير القادم. يبقى انا كان معايا 24 جرام ذهب، لو بعتهم ب 4980 جنيه او 5000 جنيه يبقى انا كسبت 121000 جنيه. ال 121 هنقول 120 زائد ال 23000 جنيه اللي انا طلعتهم في البدايه يبقى انا كسبت 143000 جنيه. معايا التزاماتي الشهريه، معايا كل شهر ال 1916، لا انا حسبت حضرتك كمان على 2000 جنيه، معايا ال 2000 جنيه بتوعي، معايا فلوسي، معايا ذهب حافظ لقيمه الفلوس. استثمار آمن، ذهب عيني، مش بقول لحضرتك ولا اشتري في صناديق ولا اشتري صندوق استثمار الذهب ولا اي شيء خالص، ذهب انا ماسكاه في ايديا وعيناه في خزنة بيتي. طيب انا دلوقتي الفلوس اللي معايا دي ممكن تقل في خلال العام، انا اصلا ولا هتتابعني ولا هتتابع غيري ولا هتتابع اي حد ابدا، وهتبعد تماما عن سوق الذهب وهتنسى فلوسك كانك كنت حاططها شهاده، وان شاء الله السنه اللي جايه زي دلوقتي هتبيعها، ولازم هيكون الاستثمار باكتر من كده بكتير كمان، وهتكسب اكتر من كده على مدار 3 سنوات. الشهادات الثلاثه الماضيه كل سنه كنا بنقول وما شاء الله كل الناس اللي سمعت الكلام ده اللي حصل معاها. طيب انا خايف، طيب معاك 100000 جنيه 200000 جنيه، اعمل شهاده ب 100000 جنيه والشهاده الثانيه امشي بيها بالسيستم اللي انا بقول لحضرتك ده او بالطريقه دي، والسنه اللي جايه ان شاء الله هنتقابل وهتشوف الشهاده اللي جابت ال 27000 جنيه او ال 23000 ونص، وهتشوف ال 100000 جنيه جابوا لحضرتك قد ايه. زائد انه وارد انه ده يحصل وتلاقي نفسك في نص السنه او في نهايات العام بتبيع وبتكسب اكتر من كده بكتير جدا، والفكره خلصت وكل حاجه خلصت. ولكن هنا في شويه تنبيهات لازم حضرتك تكون عارفها، الذهب اللي هشتريه مش هيكون ذهب يعني سلسله وغويشه وانسيال وذهب والخاتم والكل حلق وكل الكلام ده، دي مكونات شبكه، ده مش ذهب للاستثمار والادخار، ذهب الاستثمار والادخار بيكون حاجه من 2 او من 3 بالكتير، اللي هي الجنيهات الذهب الاول
وبعد كده بناخد السبائك الذهب اللي حجمها قليل، وبعد كده بناخد، ليه بقول حجمها قليل؟ علشان لو لا قدر الله انا اتعرضت لاي ضائقة مادية بضطر ابيع جزء من الفلوس او جزء من السبائك، ولكن ما اهدرش قيمة السبيكة الكبيرة. الحاجة اللي بعد كده بقدر اشتري مشغولات ذهبية، ولكن المشغولات الذهبية المستعملة الكسر هنبعد عنها خالص، ودي بتكون موجودة عند السائق وبتكون مصنعيتها قليلة الى حد ما. بالنسبة للجنيهات الذهب والسبائك الذهب مش هنفك التغليفة اللي بتبقى او التشميعة اللي عليها من بره، لانه ده بيرجع لي جزء حاجة اسمها قيمة كاش باك، وده جزء من المصنعية، وده مكسب جديد تاني ممكن يعمل مع حضرتك هنا في ال 24 جرام حوالي 2000 جنيه. يبقى حضرتك كده وصلت ل 150 الف جنيه او 147 الف جنيه باستثمار امن محترم جدا، معايا التزاماتي الشهرية، بعدت عن البنك وبعدت عن اي حاجة ممكن تخلي فلوسي تتآكل. جه التعويم، الذهب هيغلى، الدولار هيغلى، ذهبي هيغلى وفلوسي هتزيد، مش الدولار بيزيد الذهب بيزيد والجنيه محطوط في البنك بيقل وقيمته بتقل وانا بخسر وفرحان بال 23 الف جنيه. انا اديت لحضرتك اهو ال 23 الف جنيه، ابدأ بقى نفذ. اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكم، ولكن في المرة دي بتمنى من حضراتكم كتير جدا 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 تعملوا شير كتير جدا ولايك للحلقة عشان يوصل لعدد كبير من الناس. الناس خايفة على فلوسها، الناس ليها حق، في ناس فلوسها كلها ضاعت في الفترات اللي فاتت، في ناس النهاردة معاها شهادة 11% و16% و19% والتضخم 35.3%، يعني بيخسر كل يوم الصبح. الدل على الخير كفاعله.